فيديو اليوم بحكي لكم قصة الهروب من المدرسة الجزء الرابع، وكيف انتقمنا للشاعر ورجعنا هيبته، وكيف انمسكنا لأول مرة واحنا هربين من المدرسة. مرحبا يا جماعة، معكم سلامة في فيديو جديد. اليوم يا جماعة بدي أكمل قصة الهروب من المدرسة. اللي ما حضر الجزء الأول والثاني والثالث حطيت لك كمان سلسلة لحال، روح حضرهم وتعال كمل الفيديو هذا عشان تفهم القصة. وقبل ما أبلش لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، خلينا نوصل 20,000 قبل نهاية السنة، وصلوا على النبي يا جماعة. ويلا خلينا نبلش. زي ما قلت لكم بالقصة الماضية إنه الشاعر أكل قتلة وصار يصرخ طخ يا ما طخ يا ما، وبعد ما صرخ طلعنا على الصف وكان مدمع وراحت هيبته، كان يضحكوا عليه وبطل يحكي شعر، وانا قلت له خلينا ننتقم منهم يا الخوي، قال لي خليها على الله يا زلم. الشاعر قال لي يا زلم ما علينا. المهم روحنا انا ومحمد وكنا متضايقين على وضع الشاعر، قررنا ان نرجع له هيبته ولازم ننتقم من الاولاد اللي خلونا ناكل قتله واللي خلوا الشاعر يدمع وتروح هيبته. فبدنا نعمل خطه انا ومحمد، روحنا كل واحد على داره وطلعنا العصريات نلعب طابه بالحاره. فبعد ما خلصنا لعب طابه قعدنا هيك قعده سواليف وجبنا كيس بزر وبلشنا نبزر ونخطط. قلت له هسه الاولاد هذلاك ما بهرب من المدرسه بس بيحبوا الشاورما، فكيف بدنا نقنعهم يهربوا معنا ونعزمهم على شاورما ونوقعهم بالفخ انهم هاربين، مع العلم انه ما راح يثقوا فينا اصلا انه نجيب لهم شاورما. قال لي محمد نعمل معهم هوشه بالمدرسه ونوقعهم انه هم سبب الهوشه هاي. بس ظل عندنا مشكله انه بالخطتين هذول ما بترجع هيبه الشاعر، يعني لو انمسكوا هاربين طيب شو دخل هيبه الشاعر بالموضوع؟ خلاص انمسكوا هاربين وانقتلوا، شو دخل الشاعر؟ وبرضه لو عملنا هوشه وحطيناهم فيها واكلوا قتله من الاساتذه برضه ما راح ترجع هيبه الشاعر، لانه اكلوا قتله من الاساتذه اصلا شو دخل الشاعر؟ قلت لازم نضربهم وناخذ حقنا بايدنا مش من الاساتذه، ويكون الشاعر معنا بالهوشه ويضربهم وهيك بترجع هيبته. يا سلام، بس هيك خطه. بس بدناش نضربهم بالمدرسه، بلاش يشتكوا علينا وناكل قتله ثانيه ويتبهدل الشاعر بهدله ثانيه. قررنا انه نراقبهم ونعرف وين ساكنين ونروح نضربهم. المهم خلصنا اكل البزر انا ومحمد وروحنا كل واحد على داره. صحيت ثاني يوم رحت على محمد وصحيته وبرضه تاخر علي واستنيته لحتى يلبس بعدين طلع لي. مشينا على الطريق وبلشنا نسولف انه كيف رح نحكي الخطه للشاعر وكيف نقنعه فيها. المهم وصلنا على المدرسه ودخلنا على الصف وقعدنا مع الشاعر. قلت له اسمع يا الخوي، قال لي حل عني يا زلمه مشان الله. قلت له راح ارجع لك هيبتك ونطعميهم قتله بدون ما يعرفوا الاساتذه، واذا عرفوا الاساتذه انا بدي اكل القتله عنك. وافق الشاعر وانبسط وقال لي كيف؟ قلت له بنراقبهم وين ساكنين وبنروح نضربهم العصريات. قال لي يعني من كل عقلك راح يكونوا كلهم ساكنين بنفس الحاره ونفس البيت عشان نقتلهم كلهم مع بعض؟ قلت له انا براقب واحد وانت بتراقب واحد ومحمد براقب واحد. والله واتفقنا وخلصنا الدوام وكل واحد راح يراقب واحد، واتفقنا انه بس نعرف بيوتهم نلتقي انا ومحمد والشاعر عند الدوار اللي عندنا بالمنطقه. وراقبناهم وعرفنا وين ساكنين والتقينا عند الدوار. الشاعر قال لي اللي راقب وين ساكن، ومحمد قال لي برضه وين ساكن اللي راقبه، وانا قلت لهم وين ساكن اللي راقب. المهم روحنا كل واحد اداره واتفقنا انه العصريات نطلع نضربهم. طلعت العصر ورنيت على محمد والشاعر والتقينا وطلعنا على اول واحد. وصلنا عند داره وكان يلعب طابه هو واخوه وواحد من حارتهم، يعني هم ثلاث. والولد لما شافنا صار يضحك على الشاعر، الشاعر هيك نزل راسه وما حكى معه اي شيء، خلص هيبته راحت. المهم محمد قال له اجينا بدنا نربيك، اجوا علينا الثلاث ركاب بدهم يضربونا، وبلشنا نضرب فيهم واكلوا قتله بنت حرام. والشاعر نفخ عين الولد ابن صفنا. المهم خلصنا منهم ورحنا على بيت الثاني. لما وصلنا عليه ما كان بالحاره زي هذاك، راح محمد دق على بيته وقال له تعال بدي اياك بموضوع برا. فعليا طلع مع محمد واجا الشاعر هجم عليه وضربه قتله وروح الولد على بيته وهو بعيط. بعدين رحنا على الولد الثالث. لما وصلنا عند بيته لقينا عندهم حوش، يعني قاعد هيك عند البيت زي حوش، وكان قاعد مع ابوه وامه يعني قاعد مع عيلته. ظلينا نراقب لحتى طلع على الدكان واشترى بيبسي. المهم الشاعر لما شاف البيبسي قال حلو خلاص عرفت شو بدي اسوي. راح الشاعر مسك علبه البيبسي، هاي العلبه ام الليرك الكبيره، فتحها ودارها كلها على راسه خلاه يتحمم بالبيبسي، وهيك انتقمنا منهم وخلاص رجع حق الشاعر. بس الشاعر ما رجع زي اول، يعني ما حكى الشعر، ضربهم وهو ساكت وظل يحكي معنا حكي عادي بدون شعر. المهم روحنا وثاني يوم طلعنا داومنا، دخلنا على الصف وقعدنا انا ومحمد والشاعر وصرنا نسولف ونضحك ونطلع على الاولاد ونضحك عليهم. المهم بس خلص الحصه صح في خمس دقائق هيك بين الحصتين عشان الطلاب يرتاحوا فيهم، صرنا نسولف بالخمس دقائق ونضحك على الاولاد اللي اكلوا قتله، والشاعر برضه كان يحكي حكي عادي وما كان يحكي شعر، يعني ما رجع زي اول. ولا فجاه قام الشاعر وقال ان الانتقام لشيء صعب ونادرا ما يؤخذ، فانا انتقم بسهوله واخذ حقي وما حد حاسبني، لكن الفضل كله لاخوياي سلام ومحمد، عز الرفق هم الاصدقاء اللي ما منهم زهق. الله الله الله. واخيرا الشاعر حكى شعر ورجعت هيبته. انا ومحمد ضلينا نزقف للشاعر ونصفر له وعملنا جوله الشعر اللي حكى للاولاد اللي اكلوا قتله، وهم ما حكوا ولا شيء، ظلوا صافنين فيه وخايفين. لا جد جد رجعت هيبه الشاعر. فقررنا نهرب ثاني يوم ونحتفل عشان رجعت هيبه الشاعر. المهم خلص اليوم وثاني يوم هربنا والتقينا على محل بلاي ستيشن. واخيرا هربنا ورحنا نلعب بلاي ستيشن براحتنا. المهم انا حطيت البايرن ومحمد حط مدريد، بلشنا نلعب بيس والشاعر بيلعب مع الفايز، محمد فاز علي واجا الشاعر بده يلعب مع محمد.
حنا نفوز دائما ما نخسر، حنا الذيابة وإذا خسرنا عيب علينا نكون زلمة. محمد طقعه 4-0، صار يحكي الشاعر لا هو اللي بيخسر، لا بكون زلمة، يعني مش دائما بكون الزلمة، لا بكون زلمة عادي. لقد كنت أمزح معكم. ظلينا ساعتين نلعب ومكيفين أنا ومحمد والشاعر، بعدين قلنا لازم نحتفل بشاورما، ورحنا محل الشاورما ودخلنا وصينا أكل، وصينا كل واحد وجبة سوبر وقعدنا نستنى فيهم عشان ناخذهم نطلع فوق عند الطاولات ناكل. المهم كان في واحد واقف بمحل الشاورما وكان لاف ظهره، وكان عملاق طويل وضخم، ما اهتمينا وظلينا نستنى تبع الشاورما يخلص عشان ناكل لأنه متنا من الجوع، بس صوت الزلمة العملاق مش غريب علي، أنا سامعه قبل هالمرة بس مش عارف وين، جهز الوجبات وأخذناهم وطلعنا على الطابق الثاني عند الطاولات عشان ناكل. فتحنا الوجبة وبلشنا ناكل بطاطا وشاورما ومثومة وبيبسي، كنا بناكل ومكيفين، كل واحد صافن بوجبته وبتطلع عليها نظرات حب وغرام ومكيفين على طعم المثومة مع قطعة الشاورما وبعديها حبة بطاطا. ولا فجأة بنسمع صوت واحد طالع على الدرج، صوت المشي تبعته ما كانت مشي عادية، كانت طاخ طاخ طاخ. ما اهتمينا برضو وظلينا ناكل ومكيفين مع وجبة الشاورما والمثومة والبيبسي. ولا فجأة في واحد حكى هيا يا ولد ولد ولد، كلنا خف عقلنا، انا كنت ماسك قطعة الشاورما زيك وما اكل، ظليت متشنج وخاف عقلي هيك حتى صارت تنقط علي مثومة. لفينا وجهنا بدنا نشوف مين بنادي ولا مين طلع، استاذ الرياضيات. انا وقعت قطعة الشاورما من ايدي، الشاعر صار يرجف، محمد طلع بيبسي من خشومه، خلص احنا راح نموت، ما في خيار ثاني غير الموت. قرب علينا الاستاذ واحنا كل ما يقرب علينا بنرتعب اكثر، انا عرقت من الخوف وقطعة الشاورما واقعه بنطلوني، محمد بعده بنزل بيبسي من خشومه، والشاعر كان بيرجف زي كانه مسكته كهربا. الحكي هذا كله اللي حكيت لكم اياه كان عباره عن 5 ثواني بس كانوا بالنسبه لنا 5 سنين قد ما كنا خايفين. المهم اجى علينا الاستاذ وحكى لنا شو يا همل جايين تاكلوا شاورما؟ صحتين صحتين. ظلينا ساكتين ومصدومين، استاذ رياضيات اندرتيكر ما قتلنا لانه هاربين من المدرسه، راح الاستاذ ياكل على طاوله ثانيه واحنا بعدنا صافنين ومصدومين، اكلنا كله كله مالكم خايفين. رجعنا ناكل بس بعدنا مصدومين، يعني تخيل معي انك تكون سارق بنك وهارب من الشرطه وخاف عقلك، ولما الشرطه تقرب تمسكك وتكون ميت من الرعب، تيجي الشرطه تحكي لك والله انك كفو سرقت بنك خلص خذ المصاري لك، صح راح تكون مصدوم، احنا هيك كنا مصدومين وخاف عقلنا. المهم خلصنا الاكل واحنا سلمنا على الاستاذ وقلنا له يلا سلام وظلينا مروحين. رحنا قعدنا بمكان وقعدنا نحكي والله الاستاذ طلع منيح يا زلمه يسعد دينه، صح كان شديد بالمدرسه بس برا المدرسه منيح. بعدين روحنا كل واحد على داره وطلعنا داومنا ثاني يوم، محمد كان معطل ورايح عند قرايبه ينام، رحت داومت لحالي وانا ماشي بالطريق هيك كنت وحيد. وصلت على المدرسه ودخلت على الصف وقعدت مع الشاعر، بعدين اجى علينا استاذ الرياضيات، كان عندنا الحصه الاولى رياضيات، انا كنت منكد لانه محمد معطل وهيك كنت قاعد لحالي وساكت، ولا استاذ الرياضيات بصرخ وبناديني انا والشاعر وبيسالنا عن محمد، بنحكي له محمد معطل. بعدين اخذنا على المدير وحكى للمدير انه احنا كنا هاربين وبناكل شاورما بمطعم، وحكى له انه احنا كل ما نعطل بنكون هاربين. عصب المدير وقال انتوا وين مفكرين حالكم، احنا هون مدرسه محترمه وما فيها هروب وطلاب بهربوا. المدير كان شغل حكي بضل يحكي فيش هروب ومن الحكي وعلى الفاضي. هذا المدير قبل المدير اللي بخوف اللي حكيت لكم عنه بقصه شو عمل فيه المدير لما كنت هرب من المدرسه، قلت لكم فيها انه كان في مدير قديم ما بيهتم للهروب، بعدين اجى مدير جديد وشديد، هذا هو المدير القديم. المهم حكى لنا خلص هالمره سماح وما راح اعمل لكم شيء بس لا تعدوها مره ثانيه، بس استاذ الرياضيات ما رضي وحكى لنا بكره بس يجي محمد بتيجوا عليه انتوا الثلاث، واذا عطلتوا راح تاكلوا بدل قتله قتلتين. المهم روحنا ودومنا ثاني يوم، انا لما كنت على الطريق قاعد احكي لمحمد هيك هيك صار وانه اليوم راح ناكل قتله، محمد ما صدقني. دومنا وكنا انا والشاعر مرعوبين ومحمد ما كان مهتم كان فكرنا كذابين، وانا والشاعر كنا مرعوبين لدرجه انه نروح ننتحر احسن من نروح نداوم، بس دومنا قلنا خلينا نموت شهداء من استاذ الرياضيات ونروح على الجنه احسن من ما ننتحر ونروح على النار. المهم دومنا واخذنا استاذ الرياضيات على غرفه، هاي غرفه التعذيب كنا نسميها. المهم لما دخلنا على الغرفه محمد فهم انه جد راح ناكل قتله وراح نموت منها، فهون هو ارتعب وصار يحكي يا رب يجي سوبرمان، انا والشاعر صفنا فيه يا رب يجي باتمان، انا بدي اضحك بس مسكت حالي بلاش استاذ الرياضيات يمسكني ويبلش فيه انا اول واحد بالقتله يا رب يجي بنتن. المهم استاذ الرياضيات مسك الشاعر وضربه فلقه من ورا طخ يا ما طخ يا ما، خلاه يطلع برا الغرفة ومسك محمد وحطه على الحيط. محمد حكى له مشان الله يا استاذ بالله عليك اتركني، والاستاذ ما رضي. محمد قال له والله لا انا ادي لك باتمان، حطه على الحيط وضربه اول فلقة طخ باتمان طخ باتمان، وخلاه يطلع من الغرفة وهو بعيط. هسي اجا دوري انا طخ طخ، ضربني فلقتين برضو زيهم وطلعت برا الغرفة. تستنوا تعرفوا شو حكيت لما صرخت صح؟ لا ما راح احكي لكم شو حكيت لما صرخت، بلاش تمسكوها علي. المهم رجعنا على الصف ولا الشاعر حكالي اسمع يا صديق، من عرفتك ما شفت الخير، ما ابي امشي معك مرة ثانية ولا علاقة، لاني من شفتك ما شفت الخير. الله الله الله، صح هضم الشعر. قلت له ليش مالك، الاصحاب لازم مع بعض الحلوة والمرة. قال لي خلص ما بدي، قام من جنبي انا ومحمد وراح قاعد بمقعد ثاني، وهيك انتهت صحبتنا مع الشعر. ها
هيك بهاي السلسلة بكون حكيت لكم كيف تعرفت على محمد وكيف أول مرة هربت من المدرسة، وحكيت قصة الشاعر وقصة كيف أول مرة مسكنا وإحنا هاربين من المدرسة. هيك بتكون خلصت السلسلة، بس وصلوها أكبر عدد من اللايكات عشان أحكي لكم قصة عريف الصف اللي صارت بالصف الخامس. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم. إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. شكرا لكم على المشاهدة. كان معكم سلامة، يلا سلامة يا جماعة.